وفي الصفحة الرياضية، خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم ميرانه الأخير قبل المواجهة المرتقبة والمهمة أمام مضيفي المنتخب الأردني اليوم الخميس على استاد عمان الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. تفاصيل أكثر في سياق التقرير، تالي المتابعة. مع اقتراب المواجهة أكمل مدرب منتخب الكويت لكرة القدم استعداداته وتجهيزاته الفنية والبدنية للاعبين لخوض المنافسة أمام المنتخب الأردني. وخلال مؤتمر صحفي عقده المدرب ثامر عناد، أكد بأنه يطمح للفوز في المباراة التي تقام على استاد عمان الدولية. كما أشار عناد إلى احترامه لقدرات منتخب الأردن الذي يمتلك محترفين على مستوى مميز، وخاصة عندما يلعب على أرضه وبين جماهيره، مشددا على أهمية المباراة وقوتها وعلى اعتياد الأزرق على اللعب في ظل الضغط الجماهيري. الكل كان متشائم أو الكل كان مستاء من مستوانا مع المنتخب الأسترالي. أنا عندي قاعدة اللي ما يخسر ما يفوز، فهذه مباراة، مجرد مباراة وانتهت من برنامجنا احنا كمنتخب الكويتي، انتهت. وإن شاء الله احنا نأمل أن نعيد الانتصارات ثاني مرة، بداية من مباراتنا مع المنتخب الأردني القوي. الجمهور الأردني راح يكون متواجد بكثرة، وإحنا تعودنا يعني في السابق الجمهور الأردني راح يكون موجود، ولكن نفس ما أنت تقول كلام المنتخب الأردني إنه منتخب ممتاز وقوي، أيضا إحنا الأرض هذه وبالذات في هذا الملعب إحنا نتائجنا جدا إيجابية مع المنتخب الأردني. رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح حضر جانبا من تدريبات الأزرق على استاد عمان الدولية، واطمأن على سير التدريبات وجاهزية المنتخب لخوض المواجهة. اللاعبين إن شاء الله هم قد المسؤولية، وجميع الإخوان في الاتحاد الإداريين ومسؤولين عن الفريق قائمين في واجبهم على أكمل وجه، أيضا الجهاز الفني بقيادة الكابتن ثامر عناد ومساعدينه، أننا نثق فيهم ثقة مطلقة وعطيناهم الصلاحيات الكاملة لإعداد الفريق لهذه المباراة. نسأل الله التوفيق، وإن شاء الله يعني نرجع الكويت نكون أسعدنا الجماهير الرياضية الكويتية. جماهير الأزرق تستعد لحضور المواجهة في عمان، حيث تصل طائرة خاصة لنقلهم من الكويت إلى الأردن يوم المباراة، وتعود إلى البلاد عقب نهاية المباراة مباشرة. وتقوم سفارة دولة الكويت بالأردن على إتمام التجهيزات وتذليل كل الصعاب لاستقبال الجماهير وحضورهم المباراة. هناك استعدادات تامة، وتم تشكيل أيضا غرفة عمليات لمتابعة الطائرة العسكرية التي أمر بها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأن تحمل جماهير الكويت، جماهير المحبة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية. فإن شاء الله بكرة سيكون هناك عدد من الدبلوماسيين باستقبالهم. ثلاث نقاط يطمح الأزرق لتحقيقها في مواجهته أمام المنتخب الأردني. المدرب الوطني ثامر عناد أتم التجهيزات والتحضيرات اللازمة وعينه صوب تحقيق الفوز من أمام استاد عمان الدولي غيث الرقاد، تلفزيون دولة الكويت.